والأهم أمور تخص النادي الأهلي ومباراته اللي كانت مع شباب بلوزداد ونتيجة التعادل اللي البعض يعني عنده آراء مختلفة فيه، وأنا بشوف إن التباين منطقي، ولكن لما بقيس مباراة أنا شخصياً بقيسها على ظروفها. مفيش حاجة يا جماعة اسمها النتيجة كده بعيدة أو بمعزل عن معطياتها. أنا بشوف احيانا النادي الاهلي بيكون كسبان مباريات، وانا بكون معاكم هنا على الشاشه انا واسامه ما بكونش راضي، وبيكون عندي زعل، او بكون شايف ان رغم الفوز ولكن انا مش مطمن. امبارح القصه مختلفه شويه. ازاي القصه مختلفه؟ خلونا نشوف ما قبل المباراه عشان نقدر نقيم النتيجه. ما قبل المباراه انت عندك فريق 50 يوم ما بيخدش اي مباراه رسميه، رقم مفزع. ايوه زي ما انت سمعت، رقم مفزع في كره القدم ان انت تدخل مش على حتى بدايه دوري، فانت على نفس النسق البدني والفني للمنافسين، وتقول انا مش جاهز وهو مش جاهز. وكنا دايما نسمع كده عندنا في مصر النغمه بتاعه وصلنا للاسبوع ال 12 في الدوري يقول لك لسه الفرق ما اكتسبتش حساسيه المباريات. الموضوع مختلف خالص. ده بتلاعب فريق رجله في الملعب، شباب بلوزداد بيلعب في حالة بدنية وقياسات بدنية انت مستحيل تكون واصل لها، في حالة فنية ان كانت الاختلافات بتاعة قيمة السكواد والقيمة الفنية اكيد عمرك ما هتكون واصل لفريق واخد الاحساس وواخد المعدل البدني والفني بتاع المباريات. طيب ايه تاني؟ انت مش في احسن امورك اصلا، لان عندك غيابات مهمه. لاعب زي بيرستاو ده انا بشوفه لاعب تاثيره كبير جدا. عندك محمد الشناوي وبيتحط مصطفى شوبير في اختبار بره الارض في الجزائر امام جمهور هو شرس تشجيعيا. عندك غيابات يعني صفقه زي اسامه ابو علي ماشي كويس في التدريبات فتقدر تقول انك تبدا تستفيد منه، غير غيابات لاعبين اخرين. ولكن انا عشان اكون واقعي انا رحت للعيبه ومنهم ديانج، لان احنا شفنا اكرم الاربع لعيبه اللي انت كنت ممكن تستخدمها كادوات. طيب يبقى اذا انت عندك 50 يوم ما بتلعبش، عندك غيابات مؤثره فنيا، وكمان المباراه خارج ارضك، يعني حتى مش اسهل ظروف ممكنه انك بترجع على مباراه على ملعبك، فالكور اللي هتروح عليك قليله، او ان الفريق هيكون بيطمع المنافس ليك ان هو يخرج بالتعادل. لا، انت حتى في الوضعيه الفنيه بتاعتك خارج الارض الظروف مختلفه. فانا بشوف ان وفقا للظروف دي كلها تعادل النادي الاهلي خارج الارض بالحاله الفنيه اللي كمان كانت سيئه داخل الملعب، يمكن أسوأ مما توقعت خصوصا لبعض اللاعبين على المستوى الفردي. انا حسيت ان احنا مش ما بنلعبش بقالنا 50 يوم، احنا بنلعبش بقالنا 50 سنه. فانا لما بقيس النتيجه بقيسها على معطياتها، وفقا للمعطيات اللي انا شفتها قبل المباراه لا، كويس جدا انك خرجت بالتعادل، تصدرت مجموعتك وحافظت على الصداره 6 نقاط، هتروح لمديامة اللي انا في رايي هو فريق اتكلمنا عليه كويس، ولكن مستقبل 8 اهداف عدد كبير جدا، هو في المركز الاخير في المجموعه ب4 نقاط. لو انت حتى في أسوأ الظروف حصلت على تعادل خارج الأرض مع ميدياما في غانا، هترجع تلعب مع يانج هنا على ملعبك. فأنا بشوف إن حظوظ النادي الأهلي في تصدر مجموعته مش في الصعود على المجموعة هي أكبر من أي سنة فاتت في نفس الوقت أو في نفس عدد المباريات. فأنا بشوف يا أسامة النتيجة مقبولة جدا مقارنة بالظروف اللي ما قبل المباراة والمعطيات اللي متاحة بالنسبة لك.